وبشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، معنا عبر الانترنت من عمان دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور غازي. نبدأ من تقرير هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن عقاب جماعي للسكان. لماذا تصر الحكومة في العراق على المقاربة الأمنية في مشكلات ذات طابع سياسي؟ نعم، أكيد اليوم العراق بحاجة بعد هزيمة دولة الخلافة الإسلامية في العراق، بعد هذا الانتصار المهم والحيوي، يفترض أن تذهب إلى الانفتاح السياسي، الانفتاح الاجتماعي، الاقتصادي، إلى حوار معمق بين المؤسسات المختلفة للدولة والمجتمع، لإعادة البناء، لإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية، خصوصا في الموصل المدمرة، في الأنبار، الفلوجة، الرمادي، ديالى، سامرة، صلاح الدين، كركوك وغيرها. لكن مع الأسف تصدر بعض التقارير عن المنظمات الدولية تشير إلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مجال الاعتقالات التعسفية خارج إطار القضاء في بعض الأحيان. نشرت تقارير في الصحافة الأوروبية تشير إلى وجود إعدامات وتصفيات، اغتصابات، انتهاكات مختلفة. طيب هذه الممارسات ضد دكتور الناس غازي. نعم، يعني عفوا، هذه الممارسات ألا تعتقد السلطات في العراق أن مثل هذه الممارسات وهذه العقوبات الأمنية تؤسس لعدم استقرار وأمن البلد وبالتالي ينعكس على أداء الحكومة؟ مؤكد هذه الاعتقالات التعسفية العشوائية تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي، تهدد الأمن والاستقرار السياسي، تهدد نمو علاقات طبيعية بين البنية التحتية، بين المجتمع وبين النظام وبين مؤسسات الدولة. نحن مع انتشار العدالة، مع تطبيق سلطات القضاء، مع تطبيق القانون. يعني السيد العبادي قبل فترة تحدث إلى العربية وتناول نفس هذا الموضوع. القانون العراقي لا يجيز اعتقال العوائل على سبيل المثال لأشخاص قد توجه إليهم تهم معينة، المفروض الشخص اللي تتعلق به التهمة يتناول جزاء أمام القضاء وتتحقق العدالة. أما اعتقال الزوجة أو اعتقال الأخ أو اعتقال الأبناء، هذا شيء أولا غير إنساني، واثنين خارج أو يعتبر انتهاك للقوانين العراقية النافذة. إذن دكتور غازي، بالتالي نعم، كيف تفسر هذا الاطمئنان للقوات الحكومية في العراق وهذه الميليشيات من التبعات القانونية الدولية عندما تقوم بهذه السياسات كالعقاب الجماعي للسكان ترحيلا قسريا وبعض الممارسات التي ذكرتها؟ نعم، العقاب الجماعي هو يقرب من وجهة نظري يقترب من الإبادة الجماعية. هذا غير جائز، لا يجوز لأي سلطة في العالم أو على صعيد الحكومات أو حتى على صعيد القضاء أن توجه عقاب جماعي لمجتمع بالكامل. مثل ما أشرنا، القانون في العراق لا يجيز اعتقالات تجاه الآباء المتهمين أو أبناء المتهمين أو الأخوة المتهمين أو الزوجات أو غيرها. ما يحصل اليوم هذا شيء غير مقبول قانونا في العراق. نتذكر تماما بعد 2015 كان هناك 4500 امرأة معتقلة في السجون العراقية، وهذه الاعتقالات تعتبر انتهاكات أيضا خطيرة للقوانين باعتبار أن أزواجهم عليهم اتهامات معينة تجاه القضاء. لا يجوز اعتقال الزوجة، لكن تم هذا الاعتقال بصورة تعسفية، وتعرضت هذه النسوة للاغتصاب والتعذيب والانتهاكات خطيرة للقانون ولحقوق الإنسان. كذلك أيضا كان موجود وما زال موجود أكثر من 271 ألف إنسان معتقل تحت تهم لحد الآن لم يتم التحقق من صحتها، ويتعرض هؤلاء إلى ظروف قاسية خارجة عن القانون العراقي وعن حقوق الإنسان في السجون العراقية. ونشرت قبل أيام تقارير تفصيلية عن انتهاكات خطيرة للمعتقلين في السجون العراقية، انتهاكات لا إنسانية تجاه هذه المجموعة من المواطنين العراقيين، وبالتالي يجب تطبيق القانون بصرامة. نعم، وبالتالي سياسة العقاب الجماعي بهذه النزعة الطائفية الواضحة
هل يمكن أن تخلق بيئة لما يسمى المصالحة الوطنية وترميم الشروخ المجتمعية في العراق؟ إطلاقا لا، إطلاقا لا، هذه سياسة خاطئة، هذه سياسة تتناقض تماما مع فلسفة المصالحة، فلسفة التعايش، فلسفة السلم المدني، السلم الأهلي، فلسفة تأسيس مجتمع للتعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للشعب العراقي. نعم. هذه السياسات تكرس التمييز المذهبي، التمييز العنصري، التمييز الطائفي، تكرس الكراهية، تكرس الحقد. نعم دكتور، أنا أعتقد غازي اليوم بحاجة بعد 14 سنة من حروب إلى لملمة الجروح، إلى مصالحة حقيقية تدفع مجتمعنا باتجاه السلم والأمن والاستقرار والتنمية والتقدم والازدهار. أشكرك من عمان عبر الإنترنت دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.